الطاقة الإنتاجية حاليا تتراوح ما بين مليون ومليون ونص في اليوم، والكمامة هذه هي موجهة في الأساس يعني للجمهور للمواطنين، من خلالها راح تكون حماية كافية إن شاء الله من كوفيد 19. قوة تاع الإنتاج نشوفوا واش يطيق يعني المستثمر اللي تشتعوا في اليوم، اللي تشتعوا في الاسبوع، اللي تشتعوا في الشهر، ماهوش برك لولايه سطيف. باش ناكد على هذا النقطه، ان المنتوج نتاعو يعني يسوق حتى في الجهه الرقيه، ويكون دعم للمؤسسات الصحيه والمؤسسات الاستشفائيه وحتى بعض من الولايات المجاوره.